سورة هود. أيدكم طلعت وإلى عاد أخاهم هودا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد وأرسلنا بلس وقدريا وأرسلنا وحان درمي إلى عاد عاد حقي سوحان ودرمي أخاهم ولا الكود هودا أها يعني ولا الكود في النسب واي ما أها الدين دين حقي ذا معها وحق النسب كي أقرأ بذا. قال وحوي النبي الله يهود يا قومي قوم كيدي أعبد الله ألا عابد ما لكم إذن مسكنان من إله أو إله معبود غيره أسلع عن الأهين إن أنتم ما أنتم إذنكم متهدين إلا مفترون وبين أغرون يماهن يا قوم قوم كيو لا أسألكم إذن مويدي سني عليه على التبليغ رسالة جارسين تلدشيدة أجرا وح أجورا وح منافعا يويدي سني مجرتو إن أجري أجر كي أجورا ذا إلا على الذي كي دشي سأنبي هاتي فطرني أبوري أفلا تعقلون مين وحجرني أجورا ذا اللهم بان كسويا إذن كوحا إذن كسويا ملاها وكيا بي إن سدهان حوغا وحان وإذن دعوذا بذو صوبان ديغي حوغا لعقي وحبو كرهبا مركتيب ومشك بحي ويا قوم قوم كي ويريه استغفروا دم داف ويديست ربكم ربينا ثم انت سدمنا توبوا الله تيليه الله حقيثة يرسل الله ديري السماء إركي أيو ديري عليكم دشينا مدرارا أيضا درسا يعني الرب يضرورا إسحيري الرب إيمان ويزيدكم إذن زيادة الله سبحانه وتعالى قوة أود أي إذن زيادة إلى قوتكم أود ديني أما مضمومة إلى قوتكم قوة ديني حال يعني الوز زيادة الوز راية ولا تتولوا هجسنين مجرمين حالاتهم قوة دنبية وأوين أما دنبية ليالة قالوا وحيدهين جوابت ذوية يا هود هود وما جئتنا ماذا نول إيمان ببينة حجة نول ماذا إيمان وما نحن ألغن منهن بتاركيك وكتغيو آلهتنا إلى هذا أن عابدين أصنامتا بهبط وبتاركي آلهتنا مضاف مضاف إليه إلا وكل قوي أوكي وما نحن ألغن منهن هدان هراعد بتاركي آلهتنا إلى هياشنا ذك وكتغيو عن قولك قولك هذه أراه ذا إله دم داف ودستي لا عبد إيوحي بس أشيء جسد مثل أغتلين معهن وما نحن أنغن منهن لك هذه الهدى بمؤمنين فوقهم أين يمنهن إن نقول وحن أرنينا أرضحنا إلا اعتراك إن نقول إن نقول إيما نقول وقنا مرد هينو إلا اعتراك إني كسن بريحيان أمهي حق كاليين ما هنا بعض آلهتنا آلهة إلى إلا اعتراك إنك أصيبي إنك أصيبتي ما هنا بعض آلهتنا إلى هذا نذق قاركود بسوء وما إنك هو أصيبين ما هنا إلى هذا نذق أباك كسامي وحشي قوذي بابا يسوى ساسي وحقود إمي وحاسي آمي سنعين قال وحوي لنبي الله هود إني أنا أشهد الله ألا أيام رقاتي قليني يا واشهدوا إذن كان مرقاتك النقضة أني أنا يهود أبريء إن أمبرك أهي مما شيء حقي أتشركون ألا لو ذا جنسان من دونه ألا سكذيس ألا وذا جنسان إن أمبرك أهي فكيدوني إذا برصد مكري إسمي جميع الدمات ثم إن تسكدمنا لا تنظروني هايس بنا أو هايك أذننا إني أنا ويأسك هلين سهود إني أنا ويري توكلت وحن تلسرت على الله ألا دشيس ربي ربي أه وربكم بذنك ربينا أو درسي إنه أيضا أرد وياهي ما دام يسن على أن سن وسنام يقولون يا عبدي ما من دابة إن تكتب جرت أما لك صعته إلا هدي جرت هو إباء يا آخر آخذ من قبنيه بناصيتها فوديلا إن ربي أنا ربي هو يريحنا بلا هود إن على صراط ودد شيء ذه أيو أحاذي مستقيم ودد صوت وصن ف
فإن تولوا هديئة جيستان فيعادوا فقد أبلغتكم وحائذ جارسيي فقد أبلغتكم وائذ جارسيي ما أرسلت به وحي إلى صدر الرسالة إليكم حقي نوان جارسيي ويستخلف ربي خليف يلي أو دنبيسين قوما قوم غيركم إذن كان نهين ولا تضرونه دب ميسان الله حقي سكدي هو ذا سال الله من ساي كدي ميسان شيئا وحبا إن ربي أنيق ربي على شيء على كل شيء شيء لأركدشي حفيظ وامد إلى عليه ولما برتي جاء ويمد أمرنا أمر كان عذاب كوي نجينا وان بدباليني هودا نبي الله هود عليه السلام إي والذين كوي آمنوا إيمانك لك لي معه لجرم كساء هذي برحمة بسبب رحمة نحريس أيام بدباليني منا حقنا كأهاتي ونجيناهم وانكرني نبي الله هود انترميسي من عذاب عذاب حقي سنككرني عذاب كاس وغالي وين قرى له أو أذك وككن وتلك تعالى يسوف شيكي العذاب أي عاد أه جحدوا ويديدين بآيات ربهم ربوا الآيات كسي معجسات ونبي الله هذولين ويديدين وعصوا ويعاصيين رسوله ورسوش السنة ويعاصيين واتبعوا وحي الراعي الرعاد أمر كل جبار متكستود القبض ومارة سلوين أمر كسي راعين عنيد مضح عذب ومكروفية وأتبعوا والراعي في هذه الدنيا الدنيا نحن وحال الراعي الرعاد لعنة أيال الراعي ويوم القيامة قيامة ما ننتظر لعنة أيال الراعي يا مركز سدب التاينين سنة على الدنيا أخرى ألا إن عادا ريع عبير على سبحانه وتعالى ألا هو يتنبه وعلم برره وحد وقتان إن عادا عاد كفروا ريع عاد كفروا ويبينين ربهم ربي وذا يبينين ألا هو يبعدا فغاشو أيال عاد وأهاتي عاد كاسو قوم هود هود قوم كسئها وإلى ثمود وأرسلنا ويرى على سبحانه وتعالى سؤال أفراد واحد مدى سورة فاطر آيات الصدن يكو والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا بسم الله الرحمن الرحيم والذي كتابك أوحينا أوحيني إليك حق هذا ومن الكتاب كتابتك مذا يعني كتاب القرآن نهري والوصف الشيخين الذين يتلون كتاب الله وعقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يعني ذاتك إله سبحانه وتعالى قرآن كآخرية وما أردتك معك وعمل فلو وكذب هي ذاتك أسو إله سوى أماني والذي كتاب كبير على سبحانه وتعالى أوحينا أوحيوني إليك حق هذا ومن الكتاب كتاب حقي سكاء هذا هو أسقع الحق ومن الكتاب ومن الكتاب كتابك أه كتابك أه هو أسقع يا أه الحق متكسوا مصدقا حال أرمينيو لما الكتب بين يديه أسيقى كوريسي أو تورادي إنجيل زبور كتب أرمينيو إن الله ألا بعباده أدومدس لخبير ومدحو ذال أهبصير هدن أجيذو أفعاش إسمين يا الله صعوده ثم إن تسكد بير عليه أورثنا وحان دحلسيني الكتاب كتاب وحان دحلسيني الذين كوي أيان دحلسيني اصطفينا أن دورني ومن عبادنا أدوم ذينا كمذا أيان دحلسيني مركع دوم ذي باسيك لبحيو فمنهم أدوم ذي وحاك مذا ظالم مد الميه لنفسه نفتيس مد الميه ومنهم أدوم ذي وحاك مذا كتاب لدحلسيني مقتصد مد أحد حاستي عبادتي إن واجبك تكذي سنن أقدر وحوي يعني قفص أحد حالة ومنهم وحاكم إذا سابق مت أهر ملي بالخيرات وناجا وصني واجب يو وحكس إسرائي ورمي بإذن الله ومنهم وحاكم إذا سابق مت أهر ملي بالخيرات خيرات أهر ملي بإذن الله ألا إذن كيسو أهر ملي ذلك كاسو أسلاياء الفضل ديرات الكبير أوين ما شاء الله حلوه ليا إن كتاب الله سبحانه وتعالى مكو أدوم الحسية إن قيبي وقلب حال يعني ظالم لنفسه وحاول يقف إن وانا على سبيل ومحال لا حمانتي وبتدين كيسة يقف رح الحابة واجب وليه مت يقف خيرات وكور مري وقف ونعكسنه لنعكس سوى كلام يستمع
مرك حديث وحاجر يعني تتكان كل ودن نظم يقليان بعلم القرق السويديين مرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هاي كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة يعني حديث كسب الشيخ إلى كل أهل الجنة إيهين لأنه حلقة تابع لي جنات عدن ولادة وإلي يدخلونها القاس علماء أسود الرسالة مر كل إن الجنة قليان بلا سبحانه وتعالى إنه شيء أما حديث النبي نوعدين يعني جنات عدن نقالي الجنة سأيي يدخلونها قلي دونان يحلون أيوة جنات جنات مو فرد نامس وجمع جمع ويه جمع معناها هاي جنات عدن نقالي الجنوين كسائي يدخلونها قل دونان يحلون أيوة الغم الرمين أيوة الغقر حيني فيها جنة قده هذا من أساورة تشمو ومن ذهب ذهب حق سكاء هذا أيوة لؤن لول الغقر حيني ولباسهم أركضوا إلى الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة حرنيان فيها جنة قده هذا حرنيان حرير وحرير يعني حريرتا إلى عذك لو كشي قاين إلا بقي بوضع التحي قيب قرير أو تلعسان إيه قيب معرفة أذك استبرق من سندس الله وقالوا وحيدهين مركي تنادي إيه قلين بي الله سبحانه وتعالى كم هذين يان وحيدهين الحمد لله الله يهيم هذا سنعتي الذي الله سو أذهب تكسيي عنا أنا لحقنا كتكسيي الحزن مروبتك تكسيي لأنه وين مروب سنعي محامة قندون تأقرأ halkay u dambeeyeen doontaa halka murugsanaayeen marka murugti ilaahay inaga tagsiye oo maanta barwaaqooyin kan dhaxgeey ayay mahadaas u sunaatay inna rabbana annaga rabbigeena ayay dhihin ahlu jannahi lawafurun wa middan bidafadan shakurun hadana adamisa oo shukriye markay amal wanaagsan sameeyeen oo abaal gudo alladhi allaha soo ahallana nadjiyay daar al muqamati darki darti nagaashaha من فضله لقالك سيديرات كسنه قليه ماها نعمل على النمت وإلى سبحانه وتعالى فالليسة لا يمسنا نمتابا في هذا النذبذير نصب وحداله ولا يمسنا نمتابا في نصب وحدباته ولا يمسنا موسى نمتابا في هذا النذبذير الغوب وحداله أيضا الذي حلنا دار المقامة من فضله يعني ماها عمل على سمينا كسنه قليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هاي ان وحا صحابه دهن ان رسول كلا قف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قف يعني عملك سجنه قال لي ملا مركاسا وحي دهن ولا انت يا رسول الله عدينا ما عدي حتى رسول كلا يوم كسبيره اني حتى الا ان يتغمدني الله برحمه الى ان حريص سن يودا قموي مع قف عملك سن قال لي مركاسا عليك قالنا الذي حلنا دار المقامه من فضله هل قاس يعني ما لا فهم ان عملك لا تبو وإن عملك لها سمايو والذين كبروا على سبحانه وتعالى كفروا قالوا لهم يعني قرآن كسيس سبب هذا التهديد إيو مرنا قرآن كوجود يا مرنا ضدكم أنا أحسن بمناقشة يعني لا هو أرنا سكسور جدا مرنا ضدكم أنا أحسن بمناقشة وذو الشيء رأي وحود من بين دارنا مرنا ضدك حماي حمان تودي وحود من بين دارنا بقرآن كعبرة مرك هذا الجنة يناقشوا ذو الصبح هذا أيضا محتل قبل أن صادتك حما والذين كبروا لك فروا قالوا لهم حاصون هذا نار جهنم جهنم نار تذي يا أصون قل دارنا لا يقضى لم حكميه عليهم دشودا أو فيموتوا مرك أيدين تام يعني مرة نفقت جريدة وحين قن سابا وح أو مرت قفقو وباهي هاي يعني دبك هالسوق لأن النفط ولا قاعد يرجع لسنيا مرك لا ما قاعده والذين كبروا على سبحانه وتعالى كفروا قالوا لهم حاصبنا ذي نار جهنم جهنم نار كذا لا يقضى لهم حكمية عليهم دشودا يعني غير لهم حكمية أو فيموتوا مرك أنت ولا يخفف لهم فضيليو عنهم حق ذا من عذابها عذاب كذا لهم فضيليو أو واحد تخفيف لهم سمعي كذلك سيدا لغص الشكي أيا نجزي وأبال بنا وأبال مرنا كل كفور متكستو قال لما بدن ساسا وأبال بنا والحال بيسار هيان هم أيغا يصطرحون قيلين يان فيها نتبذ هذيك قيلين يان قائلين أيغا وله ربنا ربنا لو أخرجنا نسار نعمل أنسمين صالح عمل ونأسن غير الذي كي مدان أهين كه كاسو كنا أن أهين نعملك وسمي أدويذ بذي هذي أعماش حبيه وسمين جرني مذان أهين ما سمين نابيكو على علان مركاسو على سبحانه وتعالى وقولها أولم نعمركم ميانا إن عمر سينين ميانا إن عمر سينين
ma muddo yatadakkar uu ku waansamo fiihi muddadaas gudaheeda man tadakkara cidii waansamayso miyaanan idin waaninin. Yani nabi xadiis badanaa jirto oo nabigu uu leeyahay yani acmaar ummati maa bayna 60 wa 70 uu leeyahay, yani waxaa lahaa ilaa 60 meelahaas da'daan camal. Hadda aayadda ay cabireyso xadiid xoojinayaa jiro awalam nucamirkum, miyaanan in cimri siin waa 60 meelahaas. Sheekh, xadiid kala jiro meesha kaga munaasabsan xadiidkii Abu Hurayra nabigu lahaa ilaahay uu cudur daaray addoon uu nooleeyey ilaa uu 60 ka gaaray. Xadiis kaas ku jira awalam nucamirkum, miyaanan in cimri siin buu yiraahday maa muddo yatadakkaru uu ku waansamayo fiihi muddadaas gudaheeda man tadakkara cidii waansamayso oo wajaa'akum miyuunan in imaanin annadiiru mid digo. Yani digaas waxay noqon kartaa in laga wado rusushii iyo in laga wado ciradii. Culimada qaarkood ku fasiraan inay tahay cirada qofka markuu cireysto, yani waa digid ilaa xaggiis ka ahaatay. Faduuquu, dhadhamiyuu yiri alla subxaana watacaala, yani cadaabka wuxuu kala baxaa labo, midna waxaa waaye jismiyan baa loo cadaabayaa, midna ruuxiyan baa loo cadaabaya. Marka hadallaha hadda faduuquu, yani qalbigooda wax u dhimaysaa, aad u dilisaa. Marka waxaa loo dhahaa buu yiri alle faduuquu dhadhamiya fama lidaalimiina daalimiin uma sugnaanin min nasiirin iduu heeliso u gargaarta ma u ahaanin. Ina allaha alle caalimu ghaybi samaawaati, waa midka og waxyaabaha cirarka ku qarsoon iyo walardi lalba. Innahu eebe caliimun, waa mid u aqoon badan bidaati suduuri bima fi lquluubi, waxa quluubta qarsanayaan ama saaxiibka ah. Xasbuki.